القاهرة والناس. الآن موجز الأنباء، هنا القاهرة. سيداتي، أنساتي، سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. زيادة حالات التحرش في الشوارع، دعوة السيد الرئيس وركوب الدراجة، تسليم كروت البنزين من الوحدات المرورية. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. انتشرت ظاهرة التحرش في الشوارع، وبدأ الإعلام يسلط الضوء عليها، وخصوصا بعد حادث التحرير، وبعد ما اهتم الرئيس السيسي بالظاهرة وطلب كل الجهات المسؤولة بالقضاء على الظاهرة. وما زالت الجهود الدولة تتوالى للقضاء على ظاهرة التحرش. جاهزة جاهزة. هيقضوا على التحرش ويعتبروا ده إنجاز. إيش معنى؟ يعني هيبقى يا إخواتي لا تحرش ولا جواز. عكسني في الشارع وقال لي توعيني المرة دي. إيش معنى؟ قلت له يا أخويا شكلك بق على الفاضي. يا رئيس الوزراء أنا قلبي موجوع. إيش معنى؟ رجع لي تحرش يوم واحد في الأسبوع. لازلنا نذكر دعوة الرئيس السيسي الشعب المصري لركوب الدراجات للذهاب إلى العمل أو المدارس أو الجامعات أو للنزول للشوارع للمساعدة في تنظيم حركة المرور وللسيولة المرورية، كما أنها رياضة تساعد الجسم، وقد قامت العديد من الحركات الشبابية بتنظيم أكثر من ماراثون لقيادة الدراجات استجابة لدعوة الرئيس. جاهزة جاهزة. هركب العجلة يا ريس واسمع كلامك. إيش معنى؟ بس عشان خاطري خدني قدامك. هركب العجلة واروح مقابلاتي. إيش معنى؟ الراجل طلب وأنا تحت أمره يا إخواتي. ديكي خدني العش على العجلة المجنون. إيش معنى؟ قلت له بالراحة أنت زنقني في الجدون. بيعكسني في الشارع وأنا مرتبكة. إيش معنى؟ قلت له لسه بتتحرش، ما تركب على الشبكة. أكد خالد عبد الغني مدير شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية التابعة لوزارة المالية أن نحو 2.5 مليون مواطن تسلموا الكروت الخاصة بهم من إجمالي 3.7 مليون كارت ذكي تم طباعتها لاستخدامها في تموين المنتجات البترولية من المحطات. جاهزة جاهزة. هيعملوا كروت علشان البنزين لكم. إيش معنى؟ والعربية هتقول لقد نفذ رصيدكم. بقالي فلوس وأنا ببون العربية. إيش معنى؟ خدت بيهم دقايق مجانية. رحت للميكانيكي علشان الكاوتش اتبط. إيش معنى؟ قال لي عربية الكارت ولا خط. إليكم أهم ما جاء بها. زيادة حالات التحرش في الشوارع، دعوة السيد الرئيس وركوب الدراجة، تسليم كروت البنزين من الوحدات المرورية. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.